دونك اليوم فكري فؤاد اقليم الخميسات جماعه عين جهرة سيدي بوخلخال. اليوم حنا في مهرجان سيد العربي القماص، مهرجان ديال القبيله ديالنا القطبيين. اليوم كنمثلوا اي تقصو اي تيشو، بصفتي انني انا كنمثل اي تقصو والطيبين المقدم ديالي اللي تعلمت عنده اي تيشو. المشاركه جميله جدا، كنتمنوا انه يكون يتحسن التنظيم ديال هذا المهرجان، لانه يعني من المهرجان الوحيد ديال القطبيين اللي اليوم يعني ولا كيحظى بواحد الاعجاب كثير من الناس. يعني كاين الجمهور تبارك الله بزاف المحبين، الناس اللي كيبغيو يتعلموا التبوريضه. كنتمنوا انه هذا المورد الثقافي يعني يتطور، ما نبقاوش في دوك الاستيريوتيبي، يعني كنبقاو ديما غير في دوك النطاقات مسدوده. نفتتحوا على العالم ونفتتحوا على يعني عند تجربه اخرى ونشوفوا ناس اخرين ونتعلموا بزاف من تجارب اللي موجوده يعني في شاويه وردغه مثلا، في سميتو جهه خنيفره، يعني جهه الرباح. احنا الحمد لله كنمثلوا سربطنا اليوم غتمثل جهه الرباح في القنيطره ان شاء الله في معرض الفرس. احتلينا المرتبه الخامسه في دار السلام، ما حالفناش الحظ في النهائي الحمد لله. عموما انه مهرجان جميل جدا، كنتمناو انه كنشكروا بزاف تيفلت بريس اللي يعني كتبعنا هذه المره الثانيه ولا الثالثه. تيفلت بريس كتبعنا من الاول حتى الاخر، كنشكروها بزاف على الاهتمام ديالها لهذا المورد الثقافي. كنشكركم بزاف، كنشكر كاع الطاقم التقني والفريق ديالنا، وكنعطي الكلمه للطيب البرابي المقدم اللي علمني واللي يعني دق فيا البرا كيف تنقولوا ديال تبوريضه. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا مهرجان تيدوز سنوي، وهذا بالنسبه لهذا المهرجان هو العطله ديالنا احنا بالنسبه لنا الناس الفلاحه، هذا ندوزو فيه من العام لعام. تيجي هذه المناسبه تنتبوردو فيها وتنحاولوا نطوروا هذه الامكانيات ديالنا باش نكونوا ان شاء الله في هذه التبوريضه قد تطلع المستوى ديالها في هذه الجهه وتمثل الجهه ديالنا ان شاء الله. وراه تنشكروا السي فكري اللي تنفتخروا به، راه هز الرايه للجهه ديالنا. والسلام عليكم.